مرحبا، اليوم عندنا مراجعة للدروس اللي أعطيناها من قبل. أوكي، عندنا هون الجمع وهون الطرح. بدنا نبلش مثل ما تعلمنا ones tens hundred. أوكي، هيك نبلش سوا. 5 + 0، 5 + ماشي بضل 5 يعني 5. أوكي، 7 + 4، نحط 7 براسنا. 8 9 10 11، يعني 11 هون 1 وال1 الثانية بنحطها فوق مثل ما تعلمنا بدروس قبل. اوكي، طيب 6 + 1 7 + 5 7 8 9 10 11 12، 2 بنحط 1 هون تنزل لحالها، يعني عندنا 1250. اوكي، نمبر ثاني عندنا 9 + 9، بنبلش نحن دائما بالونز. اوكي، 9 + 9 9 براسنا، 10 11 12 13 14 15 16 17 18، يعني عندنا 18. 8 بنحط 1 هون، 1 + 7 7 8 دغري. اوكي، عندنا 3 + 1 3 براسنا، +1 4، يعني عندنا صار 488. هلا subtraction، هوني جمع هوني طرح. اوكي، نبلش سوا. 0 بدنا ننقص منها 9، كيف بدنا ننقص منها؟ ما بنقدر، فبنستعار 1 من هون، هاي صارت 7 وهي صارت 10. 10 minus 9 يعني 10، عندنا 10 minus 10 او 5 او 4 صارت 9، فضل عندنا 1، بنحط 1. طب 7 minus 9 عندنا 7. اوكي، بدنا ننقص منه 9، يعني هو 9. اوكي، ما بتزبط، فبدنا نستعار نرجع 1 من هون من ال 100 بتصير 8، هون بتصير 17. من 9 ل 17 قديش بدها؟ 9 10 11 12 13 14 15 16 17، يعني عندنا 8. بنرجع بنعيدهم، 9 10 11 12 13 14 15 16 17، هو قديش طلعوا؟ 8. اوكي، 8 - 1 7، من ام من 8 1 بصير 7، يعني صار عندنا النمبر هو 781. طيب انا هون بدنا ناقص 3 - 7، دائما بتبلش بالونز. 3 ما فينا نقيم منها 7، يعني 3 لانه معنا 3 تفاحات ما فينا نقيم منهم 7 تفاحات، فبدنا نقيم من ال من التنز هون بتصير 6 وهون بتصير 13. 7 8 9 10 11 12 13 14 13، يعني عندنا 6. اوكي، هاي 6. طيب 6 - 8، بدنا نقيم من 6 بدنا نقيم 8، ما بتزبط، فبنرجع نستعار من هون بتصير عندنا 6 هون وهي 16. من ال 8 لل 16 عندنا 8 9 10 11 12 13 14 15 16، يعني 8. 8 بنكتب هون، عندنا 6 بدنا نقيم منها 4، هاو 6 بدنا نقيم منهم 4، قديش ضل عندنا؟ 2، يعني عندنا 286. اوكي، هلا عندنا بدنا نعيد جدول الضرب، كمان نشاط صغير عن جدول الضرب. 5 × 9 او 5 ضرب 9، شو كنا حافظين الرام هون؟ صح، 45. اوكي، 4 × 7، يعني عندنا الأربعة 7 مرات، 4 8 12 16 20 20 24 28. 28. اوكي، 5 × 3، يعني عندنا 5 5 و5، يعني عندنا 15. اوكي، 4 × 9، يعني الأربعة 8 مرات، يعني 4 + 4 + 4 من مرات، قديش بيطلع الجواب عندنا؟ 32 5 × 2 15 10. اوكي، 4 × 0، اي شيء مضربه بزيرو بيعطينا زيرو لانه ولا شيء، يعني هون زيرو. اوكي، عندنا هلا نشاط كمان الاخير، يصرف محمد في النهار 5 ليرات، يعني فيك تقول 5000، نفس الشيء تقريبا.
Muhammad spends 5 liras per day. How much Muhammad spent in 8 days? يعني قديش بيصرف محمد بالثمان ايام؟ يعني شوف انا بدنا نحولها لهيدي لجدول الضرب. عندنا 5 ليرات اوكي؟ كم مرة؟ كم ايام؟ 8 ايام. قديش صرف؟ 40 ليرة. اوكي؟ عندنا باي وزع على 3 من ولاده كل ولد اعطاه 9 ليرات. يعني قديش جمع مصاري او وزع مصاري على ولاده؟ عندنا 3 اولاد كل واحد اعطاه 9 ليرات، بدنا نعرف قديش عدد الليرات. 3 times 9. 3 times 9 يعني قديش صارت؟ يعني 3 9 ليرات. اوكي؟ يعني هي 27 او 27 ليرة. اوكي؟ خلصنا درسنا لليوم. بنشوفكم الأسبوع المقبل مع درس جديد بمادة الرياضيات. باي.